خدتوا النان اكستراكتد تيست في المحاضره اللي هتاخد النهارده، خدتوا المحاضره الثانيه صح؟ حاضر الماتيريال النهارده دكتور حاتم. طيب خدتوا النان اكستراكتد؟ اه الاختبارات كلها اختبارات بنسميها الاختبارات المتلفه. الاختبارات المتلفه دي بسرعه في البال. الاختبارات المتلفه دي يعني انا بكسر حاجه بالاغداد ما تبقاش نافعه تاني. تمام؟ دلوقتي انا صبيت الحاجه بتاعتي والالمنتس العمدان والكاميرات والسقف وكل حاجه، بس اما جيت اختبر المكعبات مثلا طلع فيها مشكله، طلع انها مش محققه الاشتراطات بتاعت الكود وطلعت ساقطه بعد ال 28 يوم، اعمل ايه؟ اكسر الخرسانه؟ لا، قال لك هتضطر ان انت تعمل حاجه اسمها اختبارات غير متلفه للخرسانه، للمنفذه فعليا، الخرسانه المنفذه فعليا في الموقع هتروح تعمل لها اختبار. ايه الاختبارات دي؟ اول حاجه منها الاختبارات دي اختبار اسمه اختبار شمال الهم، شمال الهم مطرقه شمال. مطرقه شمال دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على انها بتقيس رقم، الرقم ده بيعبر عن بيضغط على مطرقه كده او على همنه، بيضغط بضغط معين يخبط في الخرسانه، الخرسانه دي لها رد فعل تاخد الصدمه وتنفضل تاني. الرقه بتاعت الثقل ده او الوزن بتاع المطرقه اللي جواه بيرجع يخبط في ياي كده من ورا يروح جايب لك رقم. كل ما كان الامتداد ده قوي يديك رقم كبير، كل ما كانت الخرسانه بتاعتك قويه يديني رقم اكبر. طيب مشكله شمال هامر ده انه بيديني ارقام او بيعبر عن مقاومه السطح بتاع العناصر الخرسانيه، يعني مش بيعبر عن الخرسانه من جوه عامله ازاي. ممكن يكون السطح بتاعي كويس جدا بس من جوه مش كويس. تمام؟ في مشاكل كتير، بيعبر او بيتغير على حسب الرطوبه بتاعت السطح. كل ما كانت السطح بتاعي الرطوبه بتاعته او كان جاف اكتر يدي لك ارقام شمدت اكتر، شمدت نمبر بتاعك يبقى اكتر. كل ما كانت جافه كل ما كانت رطبه يديك رقم اقل. لو انا بأثر، هي الفكره في الاختبار ان انا باجي في منطقه معينه وليكن انا هعمل في اختبار في عمود مثلا او في مكان ما عندي عمود كده قاعد مثلا عليه 50 سنتي، فانا هاجي اسيب 2 سنتي من الحرف اهم حاجه ما تبقاش على الحرف بتاع العمود، تدخل لجوه شويه وتيجي تعمل نفسك مربع كده تقريبا حوالي 30 سنتي في 30 سنتي وتبدا تاخد قرايات جوه المربع ده 30 سنتي في 30 سنتي. طيب تاخد كام قرايه او تاخد كام رقم؟ تاخد 12 رقم. 12 رقم دول هنعرف ازاي نحسبهم في الاخر ونجيب منه مقاومه الخرسانة. هو فكرته ان هو بيحسب الشميت هامر ويدخل على كيرف كده تمام، ده الشميت هامر رقم شميت ودي الاف سي مين. بس المشكله ان هو مش كيرف واحد، المشكله ان هو كذا كيرف. يعني ايه كذا كيرف؟ يعني هتلاقي في كيرف كده في كيرف كده في كيرف كده في كيرف كده في كيرف كده. طب ايه الكيرفات الكتير دي بقى؟ الكيرف اللي هنا اللي في النص ده، الكيرف الوسطاني ده الزاويه بتاعتك بزيرو، الزاويه مع ايه؟ مع الراس او الزاويه مع الاخت ايا كان. يعني انا دلوقتي انا مش هاجي دي مطرقه الشمال واخبط بيها كده، الزاويه دي زيرو، الزاويه مع الاخت اللي هي زيرو، الفا بتاعتي بزيرو. جميل؟ يعني انا في الحاله دي الفا بتاعتي بزيرو. هو الكيرف ده كيرف الايه؟ تقريبا اللزق في حالة المطرقة لو بتأثر على عنصر في الشكل الأفقي أو في الاتجاه الأفقي الكيرف بتاعي هيبقى ده اللي هو ألفا عنده بزيرو. طيب يا ترى لو أنا بختبر عنصر
وحاطط شمال الهامر بتاعتي لفوق، انا متخيل ان الرقم بتاع الامتداد لو هو نفس الخرسانه اللي انا عاملها كده، الرقم بتاعي هيبقى اكبر ولا اقل؟ يعني انا عندي عمود من خرسانه مثلا الاف سي بتاعتها ب 300، وعندي سقف معمول نفس الخرسانه الاف سي بتاعتها ب 300. اوكي، انا اختبرت العمود وجبت ارقام او جبت رقم متوسط يعني كذا، لما اجي اختبر البلاطه هتديني نفس الرقم ولا رقم مختلف ولا اكبر ولا اقل؟ اكبر. ليه؟ علشان لما بتيجي تخبط لفوق كده هو اكبر، صح؟ لما هتيجي تخبط الشمال الكامر لفوق هو في ثقل بيطلع ويرجع تاني، وهو راجع الرجعه بتاعته دي هي اللي بتدي لك الرقم بتاعك، اكيد هو راجع اتجاه الجاذبيه معاك، فالثقل ده بيبقى وزنه شغال معايا، وبالتالي في اتجاه الجاذبيه هو راجع يدي لك رقم اكبر. لو العكس، لو انت بتخبط لتحت الزاويه بتاعتك سالب 90، لو انت عامل كده لتحت فتلاقي هو طالع ضد الجاذبيه، فرقم رقم شمالك بتاعه بيبقى اقل. اوكي، فتلاقي ان انت لو الزاويه بتاعتك كده اللي هي 90 بيدي لك ارقام اكبر، لو الزاويه بتاعتك لتحت كده الفا بتاعتك ماينس 90 بيدي لك رقم اقل. وبالتالي لو لنفس الخرسانة، نفس الاف سي يو، فتلاقي ان انت عند الزيرو بتطلع له قيمة معينة، تمام؟ عند 90 لفوق بتطلع لك قيمة أكبر، عند سالب 90 يطلع لك رقم أقل. أوكي؟ يبقى الكيرف ده ألفا ب 90 والكيرف ده ألفا ماينس 90. جميل؟ ماشي. طب ودول؟ دول 45. لو انت عندك حاجه على سطح مائل كده ومضطر ان انت تجيب لها شمال الهامر، اولا انا ما بميلش شمال الهامر اصلا، استحاله. يعني السطح بتاعي اهو، لو ده مايل بزاويه انا هحط شمال الهامر كده بحيث ان هو يبقى عمودي على السطح، تمام؟ لو ده مايل بزاويه 45 يبقى انا ميلت البتاعه بتاعتي دي مع الجاذبيه بزاويه 45، مظبوط؟ لكن هي عموديه على السطح اللي انا بكتبه. ساعات بتلاقي حاجات اليمنتس معينه مايل، يعني حاجة ممكن يكون مثلا حاجة في فريم مثلا أو حاجة وطالع منه كاميرا أو كابولي معين ماشي بزاوية 45، فأنت هتضطر تخلي الشمال بتاعك عمودية تبقى عاملة زاوية 45 مع الوسط. أوكي؟ أكيد أنت تقدر تفيد بقى أي كيرف ما بين الحاجات دي، بس هو أنت لك أكتر حاجات بتبقى موجودة، تمام؟ طيب برضه لسه في مشكلة. يعني انا دلوقتي جبت شمال نمبر، جبت الرقم بتاعي دخلت بيه، رحت عارف انا الزاويه بتاعتي كام وليكن ب 90، رحت خابط هنا رحت جايب الرقم كده، خلاص انا كده جبت الاس يو. هو بيعبر عن الاس يو؟ لا، قال لك ان الكيرف ده في هنا حاجه كده جنبه، حاجه اسمها التشتت، التشتت بتاعه. التشتت ده يعني ايه؟ يعني ممكن الرقم اللي انت جبته ده يكون صح بلس اور ماينس الرقم اللي انا هقوله لك، يعني الرقم ده مش صح 100%. تقدر تقول ان الاف سي يو بتاعتك لو هي مثلا انت جبتها 300، لا هي 300 زائد او ناقص 35 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير مثلا، تمام؟ يعني 335 او 265. اوكي؟ طيب التشتت ده موجود عندك، هتلاقي الكيرف بتاعك في صفحه 88. فلاقي ان انا عندي هنا جنب الكيرف الكيرفات الكتير اللي انا قلت عليها رقم الامتداد اهو، بدخل اجيب المقاومه بتاعتي واشوف الرقم اللي قصادي الناحيه الثانيه كام؟ 70 ولا 75 ولا ما بينهم، حاجه ما بينهم، وتقول ان الاف سي يو بتاعتي متساوي الرقم اللي طلع لي بلس اور ماينس رقم التشتت اللي موجود عندك في اليمين ده. جميل؟ انا عندي الحاجه دي متقسمه كده، ثواني هشوف متقسمه ازاي. ادي 45 من هنا تقريبا، 45 كيلو جرام، وبعدين 65 65 70 75 80 مش عارف ايه، ايا كان. انا طلعت هنا كده، تمام؟ تمشي كده جبت رقم، وتمشي كده جبت رقم، تمام؟ تمشي كده تجيب رقم، طلع هنا مثلا 72 او 71، بقى هنا 71، هنا كام؟ هنا 200 وشوية، 400، ما تزعلش.
يبقى الاف سي بتاعتك تساوي 400 بلس اور ماينس 71 كيلو جرام سنتيمتر سكوير. جميل. طيب رقم الشيت بتقول ازاي نفس الرقم الشيت؟ تلاقي ان انت عندك في الشيت اللي هو الشيت الرابع اللي ان شاء الله هيتسلم الاسبوع الجاي. انا فاكر هو اصلا اشتني فاتوا ما تسلموش. ماشي والله انتوا بتوفروا عليا مجهود. طيب في مساله رقم 4 قال لك تم اجراء اختبار مطرقه الارتداد على ظهر سقف وبطنيه كاميرا وجانب احد الاعمده وكانت النتائج كالاتي. ناخد مثلا واحده من الحاجات هو في سقف وكاميرا وعمود. ناخد مين فيهم؟ ناخد السقف. ناخد السقف الكاميرا. بطنية الكاميرا الكاميرا ايه مثلا؟ بطنية الكاميرا بتاعتك. قلت لكم في 100 ترم. الو مش عارف في البطولة العميقة يتم تحديد فرم بطنياتها علشان ايه يعني ايه نفسيات الكلمة يعني الفورمة بتاعت الخشب او الحاجة اللي انت هتعملها عشان تصب فوقها. بدل انت عارف ان كده هيحصل ديفليكشن كبير ان البحر بتاعك كبير. فبدل ما يحصل ديفليكشن هتقوم انت عامل له ديفليكشن بالعكس. تروح انت محدب الفورمه بتاعتك يعني مخليها متعرقه عشان لما فوق عشان لما تعمل صب وتفك الشده تنزل شويه تبقى ايه؟ ترفعها لفوق شويه بحيث لما تنزل على الانعام. فراجل تحديد فرم بطنياتها. بطنياتها يعني الحته اللي تحتها. طيب بتاعت السقف ارقام الاثنين عندي كانت 34 32 30 36 32 30 28 32 30 28 وقفت رقمين 29 30. جميل. انا عندي كام رقم كده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 رقم. اول حاجه هرتبهم من الكبير للصغير. جميل. يبقى انا هروح جاي مرتبهم كلهم ولا سيبك من الترتيب دلوقتي. اول طريقه بنسميها الطريقة البريطانية. قال لك هات الافرج. هات الافرج بتاعهم كلهم، جمعهم واقسمهم على 12. تمام؟ يعني لو جمع كل دول واقسم على 12، واجيب الكنت بتاعتك كام؟ لو عملت الكلام ده هيطلع لي ان الان الار افريج بتاعتك هي ار افريج ولا ايه اي حاجه هيطلع ب 30 30.29. طيب 30.29 ده اعمل بيه ايه؟ هو اقل مني اصلا اقل مني الاف سي يو. هتروح رايح على الكيرف ده هتشوف 30.29. الارقام دي ايه؟ الارقام دي ال 12 رقم اللي انا قلت لك هنعمل مسافه كده او مربع 30 في 30 وافضل جبت 12 رقم او 12 دقيقه. تمام؟ هم دول ال 12 دقيقه اللي طلعوا. عايز اجيب مقاومه الضغط بتاع العنصر ده. دي المفروض انها بلاطه سقف مش عايز صوت. دي المفروض انها بلاطه سقف. اول حاجه بلاطه السقف الزاويه بتاعتي كام؟ بلاطه السقف انا باخدها منين؟ عمودي. يعني هاخد العينه هاخد اعمل لها شويه كاميرا ازاي؟ سعيد اكيد مش هطلع فوق واكسر البلاط واقطع اعمل شويه كاميرا من تحت. الزاويه بتاعتي بتبقى 90. جميل؟ يبقى انا عارف ان الوقفه بتاعتي 90. جميل؟ اللي هي يبقى انا حددت الكيرف بتاعي هنا كيرف فين؟ طيب جبت الافرج بتاعي. دي اول طريقه. الطريقه الفلانيه قالت لك هتجيب الافرج 30.92. طيب رايح على 30.92
طلعت هنا خلاص جبت رقم تلاقي الرقم ده بكام؟ ب 280. طيب مشيت كده طلع لي رقم، الرقم ده طلع لي 64 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير. يعني انا بقول لك ان الاكس يو هتساوي 82 بس والماينس 64 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير. دي الاكس يو بتاعتي. تمام؟ طيب ايه الطريقه الثانيه؟ ثاني طريقه هي برضو اعتقد طريقه بريطانيه بس بتستبعد فيها اكبر رقم واصغر رقم، اكبر رقم واصغر رقم. يعني اروح جاي هضطر المره دي ارتب الارقام. طب ارتب الارقام ازاي بقى؟ اكبر رقم في الارقام دي كام؟ 34. اكبر واصغر رقم هستبعد ده وهستبعد ده، اروح جايب الافريج بتاع دول. طيب دول ايه؟ هجمع واقسم على 10، دول 10 ارقام بس، تاخد الافريج بتاع 10 ارقام. هنا كنت بجمع واقسم على 12. طب انا برتبهم ليه؟ ما هو كده كده هجمعهم. عشان ايه؟ كده كده هجمعهم في الترتيب مش هيفرق. لا ما انت لسه الثالثة هي اللي هتفرق معاك. طيب في الثالث واحدة بقى أو الطريقة الثالثة. الترتيب بقى، الطريقة الثالثة هي الطريقة الأمريكية. أنا مش بسأل كتير. بيني بين الشيت ورا مش وقت. الطريقه الثالثه هي الطريقه الامريكيه. الطريقه الامريكيه بتقول انت هتاخد متوسط القرايات، متوسط القرايات بحيث ان الفرق بين اعلى قرايه واقل قرايه ما يزيدش عن 7. الكلام ده بقى يعني هاخد كل القرايات بس ابقى ضامن ان الفرق ما بين اكبر قرايه انا واخدها واقل قرايه ما زادش عن 7. طب الكلام ده نعمله ازاي؟ يعني كان شيء تعالى كده نعملها سوا. هو الفرق ما بين 36 و28 كام؟ 8 صح؟ طيب الفرق ما بين 34 و28 6 صح؟ 6. يعني اقدر اخد من هنا لحد هنا. طيب هو الفرق ما بين 36 و29 كام؟ 7. يعني هقدر اخد من اول هنا كده لحد هنا. اخد مين بقى؟ اللي ايه؟ يعني ايه الاكبر؟ اللي فيه عدد ارقام اكتر صح؟ هتاخد الرينج بتاعك الاكبر اللي يديلك قرايات اكتر. تمام؟ وبالتالي مش هاخد ده، هاخد ال 11 قرايه. يعني يبقى عندي 11 قرايه ولا 10 قرايات؟ عندي 11. وبالتالي الفرق ما بين 34 و28 ما زادش عن 7 اوكي، بس دول 11 قرايه. لكن من 36 ل 29 ما زادش عن 7 اوكي، لكن 10 قرايات بس. وبالتالي في الحاله دي اروح مجمع دول واقسم على 11. يبقى انا كده جبت الافريج بتاعي بتاع رقم الابتدائي. جميل؟ جميل. بعد ما اجيب رقم الابتدائي ادخل اجيب الاف سي يو واشوف التشتت بتاعي كام واكتب الاف سي يو بتاعتي برقم بلس اور ماينس رقم التشتت بتاعي. كده كده استفدت ايه؟ طب ما اجيب ال 12 كلهم واخد ال 12 كلهم. لا هي بتفرق في رقم الابتدائي عادي، الرقم ده هيتغير. انا عارف ماشي، بس مش لما اخد 12 رقم يبقى احسن؟ هو كل الكود بيقول بيقول حاجه، الكود الامريكي بيقول كده والكود البريطاني بيقول كده. نعم نعم. الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة بتقول لك إن أنت هتاخد متوسط القرايات بحيث لا يزيد الفرق بين أعلى وأقل قراءة عن 7. هو انا اسالك كان طالبها منك بثلاث طرق، هو في الشيت كان طالب منك بثلاث طرق. لو انت ما طلبش منك خلاص هتحسبها مثلا هيكون بالطريقه، قال لك بالطريقه البريطانيه، انا عملها بالطريقه البريطانيه. خلاص جيب الافريج وجيب ريد مش عارف معلقها معايا ليه. طب جيب السبيرت نمبر
تدخل تجيب الاس كيو بتاعك خلاص. اقل رقم يجي بتاع الطرق. لا مش مطلوب منك في الامتحان ان انت تحسب بتاع الطرق. ده ممكن يكون بيحسبها معمليا كده يعني اوكي هو له طريقته في البتاع، بس انا مش منطقي ان انا اقول لك ان انا احسبها بالطريقه البريطانيه واحسبها بالطريقه الامريكيه واحسبها مش عارف ايه في الاخر اخد اي حاجه. اكيد بتوع بريطانيا بيحسبوها بطريقه وبتوع امريكا بيحسبوها بطريقه ثانيه. لا ده جبر فضل التاني طريقه يس I think ان هي كان مدبنا في الكتاب الطريقه البريطانيه بس فيها الاستبعاد يعني طريقه بريطانيه برضو زي دي كده بس بالاستبعاد. طيب بعد كده ده اختبار شميدت هامك. في الاول وفي الاخر شميدت هامك مش اختبار بيعبر، ناخد بالنا ان في تشتت كبير قوي في النتائج يعني بلس اور ماينس 70 بلس اور ماينس 75 كيلو جرام سنتيمتر سكوير ده مش قليل ده رقم كبير، فانت عندك تشتت كبير قوي في النتائج. زائد ان هي ساعات بتعبر عن صلاده السطح مش بتعبر عن خرسانه اللي جوه عامله ازاي، ولكن انت تقدر تستخدمها للمقارنه ما بين خرسانه من نفس النوع او من نفس الرتبه المتنفذه في كذا مشروع حواليك يعني وتشوف العناصر اللي محتاجها. مثلا لو مديها رقم امتداد الباوند نمبر قليل تقول انها محتاجه لتعديل او محتاجه لتقويم او اي حاجه من الحاجات دي تمام. فانت بس تستخدمها في المقارنه ان شاء الله. تاني حاجه عندنا هو الالترا ساوند تيست. الالترا ساوند تيست ده فكرته ان انا بقيس سرعه الموجه خلال وسط معين، سرعه الموجه خلال الوسط بتاعي دلوقتي اللي هو الخرسانه. وكل ما كانت طبعا احنا عارفين ان السرعات بتاع سرعه الزبزبه او سرعه الصوت او سرعه اي حاجه في الاوساط الصلب تبقى اسرع من الفراغ تمام. فاكيد لو العينه بتاعتي او الخرسانه بتاعتي فيها شروخ وفيها فجوات كتير السرعه بتاعتها تبقى بطيئه. كل ما كانت كثافتها اعلى والماده بتاعتي دنسة اكتر دي سرعه اكبر اوكي. هي دي فكره الترا ساوند. هم عملوا كذا مره الموضوع على مقاومات مختلفه وهم عارفين المقاومه بتاعتها عامله كام وراحوا عاملين كيرفات الفيريكال وقالوا ان انت تقدر تستخدم الترا ساوند او الجهاز ده تروح حاطط هنا حط هنا سنتر يعني او باث للموجات ايميتر للموجات بتاعتك وهنا ريسيفر وتبدا تبعت الموجات وتستقبلها الناحيه الثانيه وانت عارف المسافه بتاعتك قد ايه عارف المسافه بتاعتك بتاع العنصر الخرساني قد ايه وهتقيس الزمن. الجهاز هيقيس لك الزمن بتاع الموجه الزمن اللي الموجه خدته من هنا لحد هنا معاك المسافه ومعاك الزمن تقدر تقيس او تحسب السرعه بتاعت الموجه جوه العنصر بتاعك عامل ازاي. وبعد كده تاخد السرعه دي تدخل بيها على كيرف كده بمعرفه سرعه الموجه جوه الخرسانه تقدر تدخل تجيب الاف سي يو بتاعك. جميل هو ده فكرة الالترا ساوند تيست. عندنا في الشيت مسألة رقم 5 على الالترا ساوند. قال لك ان تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بمراقبة سلامة الكباري على الطريق الساحلي عن طريق اجراء اختبار الموجات فوق الصوتية بشكل دوري كل 6 شهور ويتم اجراء مسح الموجات فوق الصوتيه لجوانب الكاميرات الرئيسيه للبحر الرئيسي لكل كوبري حيث تم رسم شبكه من الخطوط على جانب الكاميرا الرئيسيه ويتم قياس زمن انتقال الموجات والمايك الثانيه بالطريقه المباشره عند نقاط تقاطع خطوط هذه الشبكه كما هو موضع على الرسم المرفق. دي هي الرسم المرفق. طب نعمل دي؟
دي كاميرا الكوبري، دي كاميرا الكوبري والعرض بتاعها 60 سنتي، وراح مقسمها زي جريد كده، عامل عليها جريد 10 10 اكسيس في الاتجاه الفيرتيكال و3 اكسيس في الاتجاه الهوريزونتال. المسافات دي قال ان هي كانت متر و2 من 10 في الاتجاه ده كده، في الاتجاه الثاني كانت متر ونص. وحسب العمل الالترا ساوند تيست فين بقى في النقط دي؟ 30 نقط. كاميرا صوتها كام؟ متر و40. اه اكتر من كده. اه عادي جدا. تمام؟ فهو حسب الالترا ساوند تيست او حسب الزمن، زمن بتاع سرعه زمن انتقال الموجات بالمايكرو ثانية في النقط المختلفة. قال لك ايه بقى؟ قال لك احسب سرعة انتقال الموجات عند النقاط المختلفة ومن ثم حدد المناطق التي يحتمل ان تكون قد تأثرت بظروف التشغيل، واعتبر المسافات الرئيسية 1 و2 ومسافات الوقاية 1 و5. تمام. طيب انا دلوقتي اداني الجدول الطويل العريض ده، ده جدول فيه 30 قراية للسرعات المختلفة للزمن المختلف بتاع انتقال الموجات بالمايكرو ثانية. أنا مش هقعد أجيب السرعات عند كل نقطة 30 نقطة، أنا هتوقع قيم الأماكن اللي ممكن يبقى فيها خلل أو يبقى فيها مشكلة فين، وأروح أجيب لها قيمة السرعة وأجيب بعد كده قيمة الـ FCU بتاعتها. تمام؟ طيب الجدول بالنسبة لي أو كان جبن كان مديني عند A1 يعني هنا كده في الحتت دي كده، كان مديني إن دي السرعة بتاعتي أو الزمن بتاعي كان 245 مايكرو ثانية، وبعدين 160 155 140 هو داخل لحد ما وصل ل 112 عند A5 الحتة دي كده، هنا كان ب 112 مايكرو ثانية، وبعدين رجع يزيد تاني 120 122 195 لحد ما وصل ل 244. احنا واخدين بالنا إن كل ما الزمن هيقل السرعة بتاعتي هيحصل لها ايه؟ بتزيد. تمام؟ والعكس صحيح، يعني كل ما الزمن بتاعي كبر كل ما السرعة بتاعتي قلت. طيب كل ما الزمن يكبر والسرعة تقل دي فيها مشكلة ولا فيهاش مشكلة؟ اللي فيها مشكلة السرعة كل الزمن كل ما يزيد معناه ان انت السرعة بتاعتك قلت. السرعة بتاعتك قلت. احنا بنحسب اصلا الاول الزمن السرعة زي البي، الحساب عبارة عن المسافة اللي مشيتها اللي هي المفروض البي بتاعتك اللي هي 60 سنتي او 600 ملي على حسب شغال ازاي، و ال التايم بتاعك اللي موجود في الجدول. جميل؟ تحسب الكلام ده المفروض الكيرف بس شغال يوم الايد. نعم. الستين ده اللي هو عرض الكاميرا بالظبط الاتجاه اللي جوه ده كده. الوقت بتاعك طيب هنحسب البي بالشكل ده، انا كل ما كان التايم بتاعي كبير كل ما كانت السرعه قليله، وده معناه ان المقاومه بتاعتي قلت او ان في كراكس او في مشاكل في قلب العنصر الخرساني بتاعي. طيب من الشكل كده او من الارقام اللي قدامي طلع لي ان اكبر قيمه للازمنه كانت في الحته دي كانت 255 في الحته اللي هناك ده ايه؟ 245 مايكرو ثانية. وفين ايه؟ بس يعني وهنا 239 هنا 239 وهنا 241 242 طيب يبقى انا هحسب السرعة عند الثلاث نقط دول تقريبا، ثلاث نقط والنقطة دي أربع نقط، أقدر أحسب السرعة عندهم وأجيب السرعة في الآخر في الكيلومتر على الثانية. تمام؟ عايز الكيلومتر على الثانية. بعد ما اجيب الكلام ده ادخل على الفيلوسيتي بتاعتي وعندي الاف سي يو وعندي شوية كيرفات كتير كده فوق بعض، تدخل في الكيرف تجيب قيمة الاف سي يو. ازاي ما تحسبش على النقط اللي تحت اللي هي شكل هناك؟ ايوه فيها مشاكل ولكن مش بنفس القدر اللي موجود في يمين وشمال، يمين وشمال ممكن يكون علشان الشيب ديفورميشن هو اللي عامل مشكله. اوكي عندي مشاكل وعندي السرعات تحت هنا غير السرعات هنا غير السرعات هنا. يعني عندي الزمن هنا اكبر، عندي الزمن هنا الزمن هنا اكبر من الزمن هنا من الزمن هنا.
مختلف فعلا بس اصغر من دول بس اصغر بكتير من دول ولكن عند القطاع ده فعلا لو انت بصيت مثلا عند 5 و 6 هتلاقي ان انت السرعه بتاعتك هنا قليله جدا يعني زمنها كبير والزمن هنا قليل وبالتالي انت عندك شويه كراكس حصلت هنا بسبب الموج اوكي لكن هنا في مشاكل كبيره يعني هنا طلع القيمه بكام تقريبا 179 طب هنا فوقها اللي كام 116 في فرق طب اللي فوقها اللي كام 120 يبقى دي حصل شويه كراكس في الجزء ده في الجزء ده لكن هنا لا في مشاكل في المنطقه دي جميل طيب انا اقدر احسب الفلوستي بتاعتي في الشكل ده وادخل الكيرف بتاعي اللي هو صفحه السبب بتاعي هنا سبب الشير ديفورميشن يعني انا عندي هنا الشير على الـ على الـ على الـ على العمود هنا او جنب الفك الكهرباء كبير فعمل لي شويه تراكس كتيره هنا وهنا تمام ممكن هو ممكن يكون المنطقه دي ممكن ما تكونش معموله كويس اصلا في الاساس ممكن يكون انت بعد ما التحميل كذا مره حصل له مشكله هنا في الحته دي فتكون فيها شويه كراكس كتير تمام وبالتالي يبدا يعالجها لا لنقط معينه انا مش عايزك تجيب من الجدول كله مش هتقعد تحسب الفلوس بتاعتك هو الطيب اللي تحت الموقع يعني بس طيب انت تحسب الفلوس بتاعتك جميل طيب الجدول عندك في صفحه 92 الجدول زي ما انا رسمت كده تقريبا انت تدخل هنا بسرعه المعلومات 2 كيلو متر على الثانيه وعندك هنا مقاومه الضغط 2 كيلو جرام على سنتيمتر سوري السرعات المعتادة في الخرسانة العادية 4300 كيلو متر على الثانية تربيع كل متر على الثانية تربيع 4300 متر على الثانية تمام دي في السرعات المعتادة أو في المقاومات المعتادة اخر حاجة عندنا الكور تست الكور تست ايه بقى حكاية الكور تست ده؟ اولا احنا قلنا ان شمالة هامر والحاجات دي ممكن الاستشاري ما يوافقش عليها يقول لك لا دي مش هعترف بيها كمقاومة للعنصر الخرسانة بتاعي تمام؟ فيضطر يطلب مثلا من المقاول او المالك مثلا لو شك في المقاول اللي بينفذ الحاجه ولقى ان المكعبات بتاعته ممكن تكون ساقطه او مش لازم تكون ساقطه عادي هو رخام انا عايز اعمل كور تست عايز اعمل اشوف الخرسانه اللي اتنفذت في الموقع دي عامله ايه طيب الكور تست ده يتعمل ازاي بقى هيروح لمعمل زي معمل الخرسانه عندنا مثلا تحت هنا الدكتور حسام واقول له بعد اذنكم احنا عايزين الموقع في الحته الفلانيه عايزين نيجي ناخد كور تست لمثلا للعمدان اوكي فيروح رايح يعني الفني هيروح هياخد معايا الجهاز بتاع الكور تيست والجهاز ده عباره عن اسطوانه الاسطوانه دي عباره عن الماظه كده بيسموها الماظه اللي هي الحاجه اللي بتمشي لحد لا حد سيف جامد كده تدخل زي المنشار كده او التشنيور بس هي عباره عن اسطوانه بتدخل لجوه تقطع جوه الخرسانه لحد ما توصل للعمق اللي انت عايزه وبعدين توقف الحركه بتاعتها ولها حاجه كده بتروح مايلها سنه بسيطه تروح قطمه وجايب الكور وخارج بيه تمام يبقى انت بتستخلص الكور من جوه العنصر اذا كان كاميرا او اذا كان سقف او اذا كان عمود بتجيبه تطلعه تساوي السطح بتاعه لان هو بقى عامل زي اسطوانه بس الاسطوانه مش بتساوي السطح لان هي عباره عن تكسير شويه حاجات كده مش مظبوطه من يمين وشمال من قدام وورا هتاخدها هتساوي السطح بتاعها وتكلخها وبعد كده تحطها في الميه 48 ساعه وبعد كده تاخدها تختبرها تجيب مقاومة الضغط بتاعتك. اللي ايه؟ الكاميرا من الجنب. أنا دخلت جوه تمام؟ البتاع ده هو داخل كده بيبقى فيه شوية كليرنس كده أو فلوس حواليه تمام؟
لسه انا وقفت الجهاز ما بيلفش. لو انت تكيت سنه بسيطه تحت او فوق هيروح كاسر سنه الخلاصه بتاعت البريت المتين. هو قافش فيها قافش العينه من جوه. لو عملت كده هيروح مقطوع. عامل زي عامل كانتليفر. ازاي هو دخل كده لو ده عمل كده هو سنه بسيطه هيحصل كراكس في المكسور بقى مكسور في ايده يطلع بقى. ما هي دي الفكره بقى. طيب بيبقى عندي او انا شغال انا كان ليا الشرف الحمد لله ان الدكتور حسام بعثني جهاز فبتاخد معاك جهاز اسمه بروف ميتر. بروف ميتر ده جهاز بتروح بيه زي ما مغناطيس كده بيبقى عارف اماكن الحديد فين وتبدا انت تاخد علامات على اماكن الحديد تعمل الشبكه بتاع الحديد لو انت مثلا هتعمل في حيطه هتعمل في سقف هتعمل في كاميرا ايا كان فبتعرف اماكن التسليح فين وتعلم تيجي ما بينه داخل بالكود انا بعرف ازاي فين حديد وهنا فين حديد ايه بعرف ازاي بتعرف ازاي انت بتمشي بتثبت اتجاه بتمشي في الاتجاه ده حركه في الاتجاه ده حركه في الاتجاه ده بتروح خابط في الاسياخ اللي واقفه كده يعني بس انا خليني اعمل لك يعني مثلا انا عندي دلوقتي كاميرا الكاميرا دي فيها مبرات كده مبرات كده مثلا عندي كذا بارت كده وعندي كنات معموله كده تمام انا عارف ان في الحته اللي في النص دي مفيش اسياخ دكتور فهتخيل مثلا امسك الجهاز وابدا امشي بيه في الاتجاه خلاص انا همشي بيه هيزمر هنا ربطه هيزمر هنا ربطه عارف ان انا وانا ماشي في الاتجاه بقطع اسياخ دكتور علمت طيب اجي في حته هنا بقى انا مش عارف ان في انا عارف ان مفيش في الاتجاه ده اي سياخ بالطول كده واروح ماشي في الاتجاه اللي هنا ده طالع نازل اي حاجه في الفاضي علم نقطه علم نقطه يبقى انا حددت لنفسي مكان ادخل اجيب الدكتور مين؟ وعلى فكره لو خبطت السيخ دي مش مشكله يعني مش معضله بيقطع السيخ ويجيبه ايه؟ بس ده مش بيضعف ال هو غلط تمام؟ بس مش بيضعف هو بيتقفل تاني؟ بيتقفل تاني بمونة جراوت، مونة الجراوت دي مقاومتها اصلا اقوى من مقاومة القرصنة مرتين ثلاثة تمام؟ فما تقلقش طيب انا دلوقتي الكور تيست ده بعد ما خرجته وظبطت السطح بتاعه وحطيته في الميه يتعالج وكل الحاجات دي كلها اختبرته راح جايب لي حاجه اسمها اللي هي في الكور اللي هو مقاومه مقاومه الكور لا عشان علشان هي بتبقى جافه شويه فانت بتاخدها تحطها تضمن انها ايه تبللت كده لحد ما تضمن ان يحصل شويه امتصاص بالميه معرفش احنا بندفع على كده بص يا ابني والله العالم بتوع المواصفات دول حطوا شوية حاجات كده بيمشوا عليها احنا ما نعرفش نقولهم ايه. طيب الاف كور طبعا انا عندي دايمترز مختلفة عندي دايمترز مختلفة للكور في دايمتر 100 مللي في دايمتر 150 مللي على حسب ال 15 مللي في 150 مللي في حاجات كتير في 7.5 مللي 7.5 سنتي 7.5 مللي فانا بجيب الكور بتاعي بعد ما بصره بجيب الفي اوتبت واقسمه على الباي في الدي سكوير على 4 الدي ده اللي هو خد الكور جميل طيب انا كده جبت الايه جبت الكور بتاعي طيب انا مش ده اللي بيعبر عن الخرسانه اللي بيعبر عن الخرسانه حاجه اسمها الاف سي يو يبقى انا لازم احول الكلام ده للاف سي يو صح طيب الاف سي يو قالت لك ايه بقى قالت لك انت هتضرب شويه حاجات كده في الاف كور ده ايه شويه الحاجات ده حاجه اسمها كي على يعني واحد ونص بلس واحد زائد لمبة على عادي تضرب في فاكتور اسمه كي على واحد ونص بلس واحد على لمبة. طيب ايه كي ده بقى؟ وايه اللمبة؟ أولا ناخد اللمبة. اللمبة دي هي نسبة الطول بتاع الكور على الدايمتر بتاعه. ده طول القلب بعد تسوية الصدر. ده القطر.
طيب وده اللمبه دي ليه؟ اللمبه دي عشان ياخد تاثير الباكلينج معاك، عشان لو لا قدر الله حصل باكلينج، لو النسبه بين الطول والدي اكبر من 4 زي ما احنا كنا بنقول زمان. تمام؟ طب الكي ده بقى قال لك للاكوار فاكتور بيعتمد على انت واخد الكور بتاعك في اي اتجاه، يا ترى من اتجاه راسي ولا من اتجاه افقي؟ هو ده يفرق في ايه؟ يفرق في ايه؟ قال لك لو انت واخد الكور بتاعك من اتجاه راسي اتجاه كده او كده يعني، ده بيبقى عمودي على مستويات النطح. يعني انا وانا بصب الخلطه بتاعتي وليكن ده البلاطه الخاصه، انا صبيت وكان عندي شويه اجنت اتسوهم الكورس اجنت والحاجات الجميله دي، الميه وهي طالعه بتعمل مستويات نطح كده ضعيفه في قلب الخرسانه. جميل؟ طيب انت خدت الكور بتاعك حاجه كده، لو انت ضاغط كده مش انت هتبقى ضاغط على عمودي على مستويات النطح؟ يعني بتقفلها كده فوق بعضها، ده هيفرق معاك في المقاومه؟ شايف؟ طيب لو يا ترى بقى لو ده كان كاميرا وانت جيت رحت واخد الكور من جنب كده كنت طالع بيه كويس؟ ورحت جاي حاطط الكور بالشكل ده، مستويات النطح بتاعتك فين دلوقتي؟ طيب اضغط كده بسرعه، فبالتالي المقاومه هنا اضعف من المقاومه دي صح؟ يعني الاف كول في ده هيبقى اقل من هنا. اوكي انا صبيت كاميرا، كاميرا كويسه، كاميرا اهي وانا بصب الكاميرا وهي بيحصل بليدنج في اول كام ساعه كده في الاول ليله، البليدنج ده وهو طالع بيعمل لي مستويات نطح افقيه، مستويات نطح افقيه، مستويات النطح دي بتبقى تعمل زي انفصال كده ما بين الخرسانه، بتبقى شروخ او حاجات انفصاليه يعني اشرخ انفصال. طيب لو انا جيت خدت كور في الاتجاه الراسي من قلب الكاميرا من تحت من بطنيه الكاميرا وخدت الكور ده، الكور بالنسبه لي هيبقى في الحاله دي عامل كده اهو، والمستويات النطح بتاعته جايه كده. جميل صح؟ لو انا ضغطت كده يا ترى ده هيبقى اضعف ولا لو كان الكور بتاعي متاخد من الجنب ومستويات النطح بتاعتي عامله كده؟ مين اضعف؟ هيديني مقاومه اضعف؟ ده صح؟ يبقى ده هيديني اف الكور اقل، ده هيديني اف الكور اكبر. جميل صح؟ يبقى الاف الكور هنا اكبر من هنا. طيب لما تيجي تحولها بقى لاف سي يو، رغم ان الاثنين نفس الاف سي يو، انت واخد بس الكور من نفس الكاميرا من نفس المكان، انت واخد مره واحد كده ومره واحد كده. طيب المفروض انها نفس الاف سي يو، طب الاف سي يو بتاعتي لما اجي احولها يا ترى هضرب الاثنين الاف كور اللي جاي كده او اللي جاي كده في قيمه في نفس الفاكتور؟ لا، قال لك ما دام القيمه هنا كبيره اللي جايه من الاتجاه الراسي كبيره اضربها لي في رقم اقل، اضربها في 2.3. طيب والكور اللي انت واخده من الجنب؟ لا، اضربه لي في رقم اكبر عشان نكبره شويه لان هو جاي مقاومه ضعيفه، هتديله 2.5 ده من الجنب. كويس كده؟ طيب قال لك تقريبا الفرق ما بين ده وده الفرق او فرق المقاومه ما بين ده وده يبقى تقريبا في حدود 2 في سوري يبقى في حدود 8%، يعني الاف كور اللي جاي من هنا والاف كور اللي جاي من هنا يبقى الفرق ما بينهم 8% لنفس الايه؟ نفس الخرسانه او نفس المقاومه. وبالتالي هتلاقي ان الفرق ما بين ده وده هو ده، يعني الفاكتور ده لو انت ضربته مره كده ومره كده يديلك الفرق او يعوضك الفرق بتاع ال 8% اللي موجود بسبب مستويات النقط المختلفه. طيب يا ترى الكور تيست ده اقبله امتى اقبله وامتى ارفضه؟ انا عملت كور تيست وعملت قيمه ال وجبت قيمه الاف سي يو. طب ويا ترى الاف سي يو ده يعني قيمه المكعب القياسي اللي انا اختبرته في الخرسانه دي. الاف سي يو دي يا ترى محققه المطلوب المقاومه المطلوبه الكاركترستيك كومبريسيف سترينث بتاعت الكود ولا لا؟ يعني انا كنت بقول الراجل بتاع المقاول او الاستشاري بتاع المشروع قال لي ان العمدان دي الاف سي يو بتاعتها المفروض 300 كيلو جرام على سنتي متر،
جميل. انا رحت رايح على الحمام خدت 3 4 ادوار ورحت جاي طلع الاف سي يو عملت الاختبار في الكور وكل الكلام ده وحسب حاجه اسمها اف سي يو لينك معمليه طلعت كام؟ طلعت مره 280 270 250 اي حاجه ارقام. طيب امتى اقول ما جابش 300 مثلا؟ امتى اقول بقى ان الكلام ده صح او غلط وانا لازم احقق الاف سي يو 300؟ امال ايه؟ فاكرين في المكعبات وخدتوا الاختبار خدنا الاختبار بتاع المكعبات قلنا ان اختبار المكعبات لازم قلنا ان المكعب المفروض يعني المكعبات اللي انا باخدها من الموقع وبعالجها بنفس معالج ظروف الموقع والكلام ده واخدها اختبرها عن 7 ايام وعن 28 يوم عشان اعمل كواليتي كنترول على المصبوب في الموقع. امتى المكعبات دي تبقى ناجحه او صعبه بالنسبه للاف سي يو اللي انا عايز احققها؟ هو يا ترى المكعبات دي كلها تديني نفس الاف سي يو او كلهم هيعدوا الاف سي يو؟ لا. قال لك انك لازم التست الواحد، التست الواحد ده بيبقى عباره عن مجموعه مكعبات، التست الواحد المفروض الافرج بتاعه ما يقلش عن 90 ده هناك في المكعبات، ما يقلش عن 90% من الاف سي يو بتاعت المشروع. هناك في المكعبات ان شاء الله هتعرضوا الكلام ده قدام في الميكس ديزاين. المفروض المكعبات متوسط الاختبار الواحد ما يقلش عن 90% ومتوسط مجموعه اختبارات، متوسط مجموعه اختبارات المفروض يبقى اكبر من الاف سي يو ب 10%. متوسط مجموعه اختبارات يبقى اكبر من الاف سي يو ب 10%. يعني انا دلوقتي مثلا في مشروع، في مشروع عماره مثلا مصمم 10 ادوار، انا عارف ان انا مصمم العمدان على انها الاف سي يو بتاعتها 300 كيلو جرام على سنتي متر سكوير في ال 10 ادوار. الخرسانه بتاعتها كده وبقول للراجل بتاع محطه الخلط اعمل لي الخرسانه بتاعتي اف سي يو 300 كيلو جرام على سنتي متر سكوير، فجاب لي الخلطه وباخد منها مكعبات وركن. وليكن الدور الاول، الدور الاول انا صبيت في اليوم الفلاني رحت واخد شويه مكعبات، ده تيست، ده اسمه تيست. مكعبات كتير 7 مكعبات 10 مكعبات ايا كان 12 مكعب، ده تيست. تيست الدور الارضي، الدور اللي بعده بعدها مثلا باسبوعين بصب الدور الثاني او بعدها ب 20 يوم بصب الدور اللي بعده. العمدان نفس الاف سي يو نفس المشروع رحت واخد منها مكعبات، ده تيست تاني. كل تيست منهم تيست يعني مجموعه مكعبات في نفس الايه؟ في نفس الخلطه في نفس الدور مثلا. التست ده لازم متوسط الخلطه او متوسط المكعبات يكون اكتر من 90% من الاف سي يو اللي انت عايز تحققها. جميل؟ طيب عملت ال 10 ادوار، عملت ال 10 ادوار، المفروض الدور الارضي ده بقى تيست واللي بعده الدور الاول تيست والدور الثاني تيست وهكذا وانت طالب، بقى عندك 10 تيستات او 11 تيست. جميل؟ متوسط، متوسط الافريج او المتوسط بتاع التيستات المختلفه دي او ثلاث تيستات ورا بعض المفروض يكون اكتر من الاف سي يو ب 10%، يعني يكون اكبر من 1.1 اف سي. جميل؟ الكلام ده هناخده قدام. نفس الكلام هنا دلوقتي. الكور تيست قال لك متوسط 3 قلوب، 3 كور، متوسط 3 قلوب المفروض يكون اكبر من 75% من الاف سي. يكون اكبر من 75% من الاف سي، متوسط 3 قلوب. ومقاومة القلب الواحد ما تقلش عن 65% من الاف سي. جميل؟ جميل. هو الكود بتاعنا بيقول كده، قال لك المتوسط بتاع 3 قلوب لو انا الاكوار بتاعتي سقطت اعمل ايه؟ الاستشاري ممكن يقول كسر، ممكن يقول لك زود القطاع. يعني ايه زود القطاع؟ يعني زود الابعاد بتاعت القطاع، لو كان عمود ممكن تزود البعد بتاعه. طب ازاي؟ تقدر تعمل فورمه جديده وتعمل ترشق حديد او بيقولوا بيسموها زرع، زرع حديد بالظبط، زرع حديد جوه العمدان نفسها، تعمل اشاير جديده وتعمل كاميرات او تعمل حديد جديد وتحط بار بارات رأسيه وتعمل تصب خرسانه جوه البتاع ده، يبقى انت كده زودت القطاع بتاعك عن الاول. وبالتالي لما هيجي عليه الفورس اللي هو المفروض محسوبه في الديزاين على مساحه كبيره تديله ستريس اقل من الاستريس اللي هو كان مطلوب عليه الاول. اوكي؟ يبقى هو هيشتغل على الاستريس اللي هو شغال بيه، على الاسترينث اللي هي شغاله بيه، بس انت زودت له الاريا بتاعته، يبقى انت كده الاسترس اللي جاي عليه اقل من المفروض كان محسوب منه. اوكي؟ طيب الاختبار او المساله رقم 6 كان عندي مره كاميرا وكاميرا وبلاطه. ناخد كاميرا، اي كاميرا، كاميرا الاسطوريه. القطر بتاعك ديامتر
كام؟ 95 مللي. والارتفاع 157. وحمل الكسر 14600 كيلو جرام. طيب اول حاجه هنعملها هنعمل ايه؟ دي كاميرا، الكاميرا بناخدها منين؟ ها؟ الكاميرا بناخد المعاينات بتاعتها ازاي؟ من الجنب، ممكن من الجنب وممكن من تحت، بس عادة بناخدها من الجنب لأن تحت بيبقى في التسليح حديد، لأن عادة من تحت معظم القطاع بيبقى مترشق حديد فمش هتعرف تاخد القطاع بتاعك، مش هتعرف تاخد الكود بتاعك. فبناخدها من الجنب أسهل لأن ما بيبقاش في حديد في النص، بيبقى الأشياء في مسافات ما بينهم، فبتقدر الستيركس اللي هي الكنات سوري بتبقى موجودة في مسافات ما بينهم، فتقدر تاخد الكود من جوه بسهولة. فالجينز أو الكاميرات بتاخد الأفكار بتاعتها من الجنب. يبقى انا لقيت الكور اول حاجه احسبها عباره عن البي اوتر او البي كراشنج على الباي البي سكوير على الاربعه، يعني هتساوي البي اوتر بتاعك اللي هو 14600 على باي الدايمتر بتاعك كام؟ 95 اللي هو 9.5 تربيع على الاربعه، يطلع لك ان لقيت الكور 157 على 9 على 95. جميل؟ انت كده حسبت لندن. طيب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ احسب حاجه اسمها الاف سي يو اللي هي بتساوي الكي على 1.5 بلس 1 على لندن في الاف كول. طيب احنا قلنا في اللي بيتاخد جانبي الكي بتاعتي كام؟ 2.5 على 1.5 بلس 1 على لمبة، يعني نقول خلي هنا 95 وهنا 157 وتضرب في الرقم اللي طلع لي هنا اللي هو 14600 على باي اللي هو 4 على باي في 9.5 في 3 كيلو جرام على سم كيلو جرام. جميل كده؟ دي الاف سي. طيب لو كانت بلاطه السؤال اللي بعده لو كان بلاطه نفس الفكره، لكن اللي هيفرق معاك بس القيمه بتاعت الكي 2.5 دي هتبقى 2.3. ماشي يا شباب؟ طيب احنا كده خلصنا نفس الليمت الريبورت بتاع 28 يوم، حد ما سلموش.